في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى من الذكرى كبرى ضيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقمر. في سيرة عطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذكرياتي، نستعرض وإياكم فيها مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون طرفا من حياته وأبرز ملامح ذكرياته. حياكم الله الشيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. الله يحييكم. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا. الشيخ عبد الرحمن، عادة في مثل يعني بدايات هذه الحلقة وهذه اللقاءات نأخذ البدايات، النشأة، الولادة أو المولد، أثر الوالدين، البيئة الاجتماعية في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما أقصر الحياة أن تختزلها بدقائق أو بساعات، هذا العمر السنوات الطويلة هذه اللي اختزلها، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قد تكون من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أننا ما نتذكر كل شيء، لو تذكرنا كل شيء ربما أننا يعني يأسنا ولا أحبطنا ولا جانا شيء من هذه، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الذكريات تبقى ذكريات الجميلة. الذكرى والحياة كلها جميلة بقدر الله سبحانه وتعالى. أما محدثكم فهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن هذلول ابن صالح الهذلول، من مواليد البدائع، ما نبقى المحافظة لأن بعدين نجي محافظة. البدائع، والبدائع مقسمة إلى كانت أربع أقسام، البدائع العليا والبدائع الوسطى والعبويلة، وبتكلم ترى اسمحوا لي بالبلدي، العبويلة هم تلعة، أم تلعة إيه ثلاث قرى صغيرة، كل قرية فيها مسجد جامع، فيها مدرسة ابتدائية، وفيها فقط هذه الموجودة. الوسطى هي العاصمة إن صح التعبير، ففيها المحكمة، فيها الأمير كان يسمى أمير ذاك، وفيها المرحلة المتوسطة. مواليد البدائع سنة 1379 تحديدا في 23 شعبان 1379. منين أخذت هذا التاريخ؟ تاريخ كل جيلنا 1/7. يعني السعوديين اللي مواليد يمكن قبل 90 وقبل لهم عيد أو لهم ميلاد يوم واحد. ميلاد واحد. أما أنا طبعا غير مسجل، مسجل 1/7. فالله يغفر له ويرحمها أمي، كانوا يوقتون بالأحداث، فلان ولد سنة الهدم، فلان ولد سنة يوم يشترون الفلان السيارة، فلان بأحداث معينة. بأحداث معينة. أما الحدث أنا فهي تقول عني، تقول إني أفطرت كل رمضان وصمت رابع يوم من شوال، فعلى هذا يكون احسب أربعة ثلاث أيام زائد 30 زائد 7 اللي 23. هذا هو تاريخ ميلادي 23 شعبان. 23 شعبان. وماتت الوالدة الله يغفر لها ويرحمها قبل سنتين وأشهر، وهي تردد علي، هي ماتت عندنا غفر الله لها ورحمها، وهي تردد تاريخ الميلاد تقول إني أكسن والله يا وليدي إنك حرمتني إن من صوم رمضان، ما يبيدي حرمتني أن أصوم مع المسلمين. قلت الحمد لله رب العالمين، ربما يكون صمتي من داخل الشتاء. قالت صحيح أنه داخل الشتاء، والحمد لله هذا ورحمة الله سبحانه وتعالى. طيب. هذه الولادة، ولدت في مزرعة شرق البدائع الوسطى اسمها هذلولة.
نسبة للهذلول، هي للهذلول للعائلة. للعائلة. وأبشركم ما زالت باقية ولله الحمد والشكر، ماتت كثير من الفلائح والمزارع حكم النهضة الجديدة وإلى آخره والسنين. إلا المزرعة هذه موجودة الآن وفيها حوالي 3000 نخلة ولله الحمد والشكر، مسكها أو اللي يستزرعها أحد أحفاد الجد رحمة الله عليه، وهي رمز للهذلول. ما شاء الله. يعيدون فيها رمضان، إلى سافر أو إلى البدائع يمرون عليها. نشأت في تلك المزرعة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. مقتنيات المزرعة بيوت طين محكمة حقيقة، لأن البانينها فيهم يعني شوي حرص وقوة. ساتي مجرى الماء، تمام. البركة هذا المسبح، الأظلة تحت النخل حاطين معشش للصيف نستظل به وهواء لطيف. نعرج على المجلس، المجلس قهوة يسمونه وحده لنا، أو مقهات يسمونها أول بعد. نعم، مقهات. مقهات إيه. أي نعم، بساط بسيط وجار ودلتين وبريق وكذا، هذا ما يخص الضيوف وكذا. أما المطبخ، ذهبت إلى المطبخ فستجد يمكن قدرين يمكن صحنين يمكن مغرفة بدائية. بدائية أبدا. ولا لا لا لا، كونت أغلب الحياة كانت كذا أبدا، كل الناس متساوية رؤوسهم، يعني لا لسنا نحن أحسن الناس ولا أقل الناس، متساويين. لذلك ما كانت المنافسة قوية بين الناس، أو أن الناس يسيرون على بعض يقولون والله نخشى أننا مثلا نشوف شيء ما هم موجود عندنا تتغير طباعنا ولا شيء. لا لا أبدا، كلهم واحد، يطق عليك ما بيطق عليك الباب، يضرب لك كوري إذا كان على سيارة ولا إذا كان على دابة بعد دخل من عند العلف ولا شيء عشان تأكل الدابة وصوت وطلعوا على الرجاجيل وتقهوة والسلام عليكم. وهذه حياة بسيطة، حياة بسيطة جدا جدا. تذكر شيخ عبد الرحمن جيلك الأطفال اللي نشأوا معك وترعرعوا في تلك المرحلة؟ أي ما زالوا موجودين، ما زالوا منهم الأحياء ومنهم من قدم إلى رب، لكن معظمهم والله الحمد والشكر أحياء. أذكر من عيال عمي فيها الدكتور عبد الله الهذلول، كان رئيس قسم الطب النفسي معي دارس ثانوية وجميع في مستشفى القوات المسلحة وتقاعد. أذكر عبد الرحمن السلام المزيني عميد المعهد العالي للقضاء. أذكر عبد الله صالح الحجاج استشاري كبير طبيب باطنية. الدكتور علي الوابل ومجموعة كبيرة من الزملاء الذين زملاء الطفولة. زملاء الطفولة، ونكن بعضنا البعض يعني أكثر من أننا أصدقاء طفولة بحكم التقارب وحكم عدم التنافس في شيء من ذلك. لما أراهم ويروني كانوا يرون أخ لهم، يعني بيننا وبينهم فقط مسافة من الزمن. طيب الوالد كان موجود تلك الفترة؟ الوالد الله يغفر الوالدي ووالديك. نعم. أنا عشت والله الحمد والشكر في مجتمع كنا في الفلاحة، الوالد الله يغفر له يرحمه وعمي محمد. عمي محمد أكبر من الوالد. عمي محمد هذا خريج مدرسة البكيرية من أقرانها الشيخ عبد الله الخليفي الله يغفر له يرحمه، إمام الحرم. إمام الحرم ومجموعة كانوا يذهبون إلى البكيرية من البدائع، يعني تجي لها 12 كيلو 13 كيلو عدال كذا لين يمشون على الدواب. عمي محمد هذا عالم رحمة الله عليه، كان لكنه غير مظهر لنفسه، ولا كان يعني له طرفة هجيبة بعد شوي الله يغفر له يرحمه. كنا في حضنه، يعني لا نفرقه عن الوالد إن لم يكن ما نبقى كلمة، لكن ألطف من الوالد بناء، لأنه طبعه هادي وسمح. يا الوالد مثل ما يقول عوام حار. الوالدة الله يغفر لها يرحمها، أم الوالد وعمي اللي هي جدتي من الهذلول من نفس العائلة، متعلمة وكانت درس البنات قرآن. سبحان الله. أي نعم. الوالدة ما تعلمت، لكن أمها أم الوالدة متعلمة ولها قصة، متعلمة وتعلمنا عليها. كان تدريس القرآن الكريم
ودي نجي للعمي محمد بعد شوي قصته مع كنا في المرحلة الابتدائية أنا درست على المقررات القديمة إلى سادس ابتدائي نكون أنهينا دراسة القرآن الكريم. أنا في المرحلة المتوسطة الثانوية ما درست القرآن الكريم، لا يوجد في المقررات القرآن الكريم. ليش؟ لكن في الابتدائي ما في، لأن هي بسادس ابتدائي تختمونه؟ نختم الله نختم نظر. إيه كنا يعطونا واجبات كثيرة. أذكر بعد العصر أنا شوي ضعيف شوي، ما أنا بمثل أخوي صالح، صالح أكبر مني دكتور في الجامعة، أنجب مني وأعرف مني وبعض إخواني وعيال عمي، أنا يمكنني من الجيل آخر. إيه فأذهب إلى جدتي الله يغفر لها يرحمها اسمها نورة بنت سليمان الغصيبي، كانت في بيت مستقل في الديرة، وأقرأ عليها وتصحح لي. تقرأ عليها إيش؟ أقرأ عليها المقطع اللي أنا مدرسه بكرة عند الأستاذ. إيه قرآن. إيه قرآن، إيه قرآن كريم. ما حافظة؟ لا تقرأ نظر. إيه تعرف. إيه نعم. ولها قصة، قصتها، ونرجع لقصة العم محمد. قصتها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما وحد البلاد كان من 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 اهتماماته هو تدريس القرآن الكريم للبوادي. كان يرسل يسمونه مطاوعة. اللي يعرفون يقرون. اللي يعرفون يقرون من الرياض ومن غير الرياض. إيه. وإذا علم بأحد، المهم انتشرت ثقافة عند المسؤولين أن هذا التوجه توجه علم. فأمير دخنة جنوب الرأس، عن الرأس 50 كيلو جنوب. إيه. كانت حاضرة لقبيلة حرب. وكان الله يغفر له ويرحمه الأمير اسمه فضي البهيمة الحربي، بحث عن امرأة تدرس القرآن استجابة لرغبة الملك، لرغبة الملك عبد العزيز، وأيضا لتقرأ له الرسائل التي تأتي. إيه؟ لا يوجد أحد يقرأ. سبحان الله. فذكر له بنت الغصيبي هذه الجدة، الجدة الله يغفر لها ويرحمها، فتزوجها. جاء لرضا الخبرة، رضا الخبرة بعيدة لأن سكان رضا الخبرة، وتزوجها ومكثت عنده أظن حوالي ما أدري والله سنتين كذا، وجت تالد برضا الخبرة وتوفي الله يغفر له ويرحمه في هذا الأثناء. انقطعت العلاقة بهم البتة، ما عاد عارفهم سوى واحد ولدي اللي مفضي الله يغفر له، كان رئيس فوج في المدينة اسمه سلاف. كانت إذا راحت إلى المدينة تروح المدينة مكة تمر تسلم عليه، ولا هو يجي يسلم على الجدة الله يغفر له باعتبار اللي هي مرتبوه، مرتبوه خلاص. لكن دار الزمان دورة، ورحت أنا مشرف تربوي، كنت مبعوث من وزارة المعارف الذاك إلى محافظة الرس، تعليم الرس. طبيعة الزيارات هذه نختار مدارس، كانوا الزملاء في إدارة التعليم اللي بيزوركم كذا وكذا، قال لا لا احنا جايين من الرياض وشبعانين من المدارس الزينة، واللي نبي الأقل أداء، نبي أقل أداء البعيدة اللي فيها معاناة عشان ننقل الصورة إلى المسؤولين. أنا حقيقة قلت بروح لدخنة أبشوف أهل جدتي الله يغفر لها. إيه. فذهبت الحروب هذولي ولا الحروب. إيه. فذهبت ودخلت المدرسة وسلمت عليهم وعلى المدير المدرسة وعلى وعلى، وكانوا ما أدري موجود إلا قائمة الهيئة التعليمية أو هيئة المدرسة كلها مكتوب فلان بن فلان ابن فضي هذا كاتب، وبعدين مجموعة معلمين فلان بن فلان ابن فضي. فالكاتب جاسم بمكتب المدير، قلت هذا مفضي منه؟ قال هذا الأمير. قلت ما غيره؟ قال ما غيره. جدك؟ قال جدي. كبار في السن. إيه. هذا الكلام يمكن 417 يعني قل 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 قبل 26-27 سنة. إيه. ما غيره؟ قال ما غيره. قلت يوم توفى الله يغفر له يرحمه من كان وراه؟ ما يدري. قلت ترى جدتي الله يغفر له يرحمه ماخذن جدتي، ماخذن جدتي، ومات عن جدتي وبنت. ايه ايه قلت قال كيف؟ قلت ابدا هذا هو يعني يصير عمتي لك؟ لا جدتي. ايه لا لا اللي هي جابت انجبت من انجبت منه. ايه انجبت منها مفضي. الجده هذه جده امي قبل ما تولد امي. إيه تصير هذه خالتك تعتبر. هذه خالتي اخت امي. الله. فقلت له وش لا 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 الجد ترك شيء؟ قال لي ترك املاك كثيره وكذا وكذا، ترى انا شريك لكم.
فز قلبه بالحلال ولا قلت له ابدا والله يغفر له ويرحمهم. فالجده الله يغفر له درست في دخنه، درست في رياض الخبراء، واخيرا انتقلت الى البدايه، درست في البدايه تدريس النظامي ولا لا 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 الكتاتيب بيته يجونها مطوعه يسمونها مطوعه الله اي لكنها مفيده حقيقه استفادوا. يعني امهات 70 سنه الان اللي ما دخلن المدارس كثيرا من بنات الدير يعرفنه. لكن الجده شيخ عبد الرحمن يعني عفوا كيف تعلمت؟ يعني شلون هل ما كان في مدارس اول؟ هذا سؤال نطرحه على الوالده كثيرا. ايه تقول ان امي تعلمت عن فلانه وفلانه عن فلانه وبعد قالت ما ادري. بالتلقين كذا. بالتلقين اي لا كانوا الرجال يدرسونهم خاصه جدي الله يغفر له، ابو جدتي هذه اسمه سليمان الغصيبي الله يغفر له ويرحمه متعلم فهم يعلمون. بعدين لاحظ يا اخ الكريم واخوان المشاهدين في زمان الاول ما كان عنده هم ابدا ولا عنده شيء يشغل باله. يعني عنده هالمقطع. الوالد الله يغفر له ويرحمه كان يعتب علينا اذا اخطانا في الحركات. يقول يا اخي بحطوا لكم براسيم، يسميها الحركات براسيم. إيه؟ كيف تقول تخطي؟ لانه ما بذهنه شيء ابدا. اما صح. قصه عمي محمد الله يغفر له ويرحمه إيه؟ في الله يرحمه الله يغفر له الله يرحمه. يعني رجل اذا ذكرته والله اني الله يسكن اي الله يغفر له ويرحمه رجل فاضل. يقول وعلمناه وخذنا منها درس انا يعني عيالنا وكذا. يقول اني يوم من الايام رحت لصلاه الجمعه فتاخر الامام تاخر ولا بتاخر دقيقه ودقيقتين مثلنا يضيقون الناس يمكن تاخر ساعه. قالوا يا ابو صالح اسمه ابو صالح الله يرحمه قم صل بنا هو اعلم اهل المنطقه فيقول قمت حافظ يقول حافظ خطبه لكني حفز شوي حفز إيه؟ يقول من ذيك الخطبة إلين أقعد رحمة الله عليه. يقول ما يمكن أروح أصلي الجمعة إلا مخباتي خطبة تحسبا أيا كان الله. أي نعم الله يغفر له ويرحمه الله جعل جنات درسنا في المرحلة الابتدائية وكنا يعني قريبين من الديرة. وأذكر أول صلاة جمعة لي الله يغفر له ويرحمه كان النائب اللي هو نهاية الأمر الهيئة يسميه النائب يسمونه النواب أول النوابي. صح كان الله يغفر له ويرحمه العيال يلعبون بصفوف في من مهامه يجمع العيل ويروح بهم وراء يصف بهم. انا جايبني ابوي اذكر اول صلاه جمعه يمكن دخلت المدرسه وما دخلت يعني باربع سنوات خمس سنوات إيه؟ جاء واخذني من عند ابوي وشرحت عليه مضبوط مع الوالد. وبعدين عيال دائما اذكر يعني ما ادري تغيرت الفهيم عيال الفلاليح او الفلايح غير عيال الديره ادب اكثر ادبا صح يعني جافلين شوي شونا وذولاك لا لعابين. المهم انه اخذني معهم كنت في الصف الاخير. الحين اللي رحت للبدائع في الصف الاول ما بقي الا الباب ذاك اللي ذا اطلع معه محمول. هذه الدنيا الله اكبر. شفت شلون سرعه؟ اي والله سريعه والله اذكر يمكن لنا 6-7 اطفال والان شيوخ كبار. الشيوخ كبار اي نعم. طيب المرحله الابتدائيه هذه يا شيخ مناهجها تذكر مناهجها تذكر اذكر المدرسين الايام موزع علينا. ايش اسم المدرسه؟ المدرسه السعوديه بالبدايه السعوديه اي نعم اي المدير اسمه عبد الرحمن محمد السحيباني توفي قبل 3 سنوات. هو الشخص الوحيد الذي لا استطيع ان ارفع بصري اليه اجلالا وتقديرا. الله وهيبه. اجلالا وتقديرا ومدرك ان هذا هو. وقلت له بعد ما الدنيا تقدمنا شوي بالحياة وكذا قلت له والله أبو محمد والله إن ما أنا إلا حسنة من حسناتك الله يغفر له ويرحمه. كان قمة الأدب والتأديب ولا يعاتب إلا ربما ربع مرة ويعاتب الباقي على شيء كايد ويكايد بنظراته. الله بس سبحان الله ما ادري وش هذا واحد. الثاني الله يغفر له ويرحمه درسه في ثاني ابتدائي اسمه حمد العلي المقبل من اهل البدايه
هذا ما درس في المدارس النظامية، درس في البكرية. إيه؟ إذا قيل في البداية والخبرة ورياض الخبرة، إيه؟ وإذا درس في البكرية يعني درس في مدرسة البكرية، لأن هي المدرسة الحقيقة التي يشار لها للبنان. البداية فيها مطاع ورياض الخبرة والخبرة وغيره، لكن ليست ك مدرسة نظامية في البكرية. يقول لي أبو جريبيع، واحد اسمه أبو جريبيع، إيه؟ يقول أنه سنة 1360 عدد القضاة اللي تخرجين من هذه المدرسة 50 قاضي. 1360 يقول لي. أوه. الله يغفر له، توفي الله يرحمه. يقول إنه 60 قاضي 50 قاضي تخرجوا سنة 60. سنة 60 وهذا وين القضاة؟ القضاة هم اللي شالوا الدنيا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، اللي راح للشمال واللي راح للجنوب واللي راح كذا وكذا إلى آخره. البكرية. البكرية، مدرسة البكرية. هذا أثر عليه كثيرا، حتى أبنائه. المدير هذا؟ لا، هذا غير المدير. أيه؟ هذا مدرسنا قرآن كريم في ثاني ابتدائي. أيه؟ ومات الله يغفره، كل ما أروح للبداية أروح أزوره وأقبل رأسه وأدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. منهم واحد الله يغفره يرحمه اسمه محمد الصالح المسلم، درسني في رابع ابتدائي، كان خطاط خطه جميل، وكان يقول ما ضربت أحد أبدا في حياتي، أبدا ما يضرب بس يهاوش. سبحان الله، هوشته تسجد. الله يغفر له ويرحمه. فأذكر ندرس سورة الصافات في الصف الرابع ابتدائي. قلت لك من أول ابتدائي سادس ابتدائي من تختمون. ولا الضالين آمين. إيه؟ فكانت قراءتي ركيكة، أنا وأخوه عبد الرحمن السلام المزيني، أخوه لأمه اللي كان عميد المعهد العالي للقضاء. إيه؟ أبو طارق. إيه؟ حمق علينا وقال اكتبوا الوجه هذا اللي مقرر، اكتبوه 10 مرات. والصفات صفات. أي الوجه. الوجه الواحد. الوجه الواحد، عاد وش كتابتنا وش دفاترنا. وبعدين حنا ما عندنا كهرب، لا جاء اللي سألوك الله شبت لي 100 سراج، والسراج أحيانا ما يسلموا غاز ولا قزازته مكسرة ولا حالة حالة مباركة. مباركة، لكن الله سبحانه توفيق رب العالمين. المهم اني كتبت يمكن 5 مرات، عجزت انتصف الليل وانا اكتب، امي عندي الله يرحمها. اكتب اكتب ولا تنام ولا لا يهوشك الاستاذ باتر وما يمنال، خوف عليك، خوف علي الله يغفر له يرحمه. المهم ما كتبت، جيت من بكره ما سالنا، كانت والله زعلت شوي. ايه؟ دارت الايام دورة، فذهبت إليه أسلم عليه، وجار الأخوي الدكتور صالح في البداية سلمت عليه، رجال كبير محترم مقدر، قبلت وقبلت رأسه، لكن صاحب فضل. صاحب فضل. قلت والله يا أبو صالح إني ما أنسى لك القصة، كتابة 10 ولد يقعد يناظر يضحك. لكن أنت يمكنك يا شيخ عبد الرحمن حفظت المقطع هذا. حفظت حفظته كتبت 10 مرات أو 7 مرات يمكن. هل كان جيلك يعني او اقرانك في ذلك الوقت في المدرسه هذه حياتهم؟ اي كلهم متساويين، سوى اللي بالديره يعني يمكنهم احسن حالا من اللي بالمزارع، يعني عندهم شوي كهرباء، والكهرباء ترى لا تظنون البدايع، كل البدايع ما كنا نشوف الا 3 لمبات برا، 3 لمبات بس، الناس حاطين بالسطح لمبه، لمبه نشوفها. أذكر نتنافس حنا وعيال عمتي لنا الخبرة، الخبرة يقول عندنا 4 لمبات، إحنا بالبداية ما عندنا 3 لمبات، يعني هم متقدمين عندنا. إيه. المهم محمد الصالح مسلم ذا الله يغفر له ويرحمه هل اللي كلفني ب10 مرات، رحت له بعد ما كبر السنين الأخيرة وتشرحت عليه أنك كلفتني، إنك كيف ما يعني قلت لي وراك ما كملت ولا شكرت ولا لأنه سكت. الله. قال صالح أخوي الله يسلمه، قال شوف ترى شغل محمد الصالح بك الله يرحمه ويسلم هو اللي جعلك الآن تقود أكبر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المملكة. صح. قلت والله إذا كان كذا صحيح، وما رمسك أبو صالح الله يغفر له، وأقل أحب الله يغفر لهم، أجر عظيم إن شاء الله. آمين آمين. طيب شيخ عبد الرحمن، شو رأيك نأخذ فاصل ثم نكمل بإذن الله عز وجل؟ الله يجزاك خير. أيها الأخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
كالقمر في سيرة عطرة كالقمر في سيرة عطرة. مرحبا بكم مرة أخرى في ذكرياتي. ضيفنا وضيفكم هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون. حياكم الله مرة أخرى يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا يا أهلا شيخ. إن وقفنا قبل فاصل على قصة في رابع ابتدائي مع الشيخ محمد الصالح مسلم، الله يغفر له ويسكنه الجنة، والدكتور صالح نبهك إلى أنه أنت من بركاته، ويعني كتابة يعني الصافات 10 مرات كانت خيرة لك وانطلاقه. طيب طبعا قليل الرسوم في ذلك الوقت، يمكن ما أحد يرسم في الابتدائي، ما حد ينجح. عجيب. اي نعم. لكن تتخيل ونجي بعد شوي ان شو اسمه العشرة الاوائل في الثانوية العامة قد يطلع منهم واحد جيد جدا. اي لا لا، عزيز النجاح لجودة وضبط المدرسة والله هذه الاوراق تتحدث. ايه لا اقصد يعني احيانا يا دكتور يمكن أن التعليم فيه كلفة، فيه جهد، يبذل فيه جهد، المعلم يبذل جهد، والأسئلة كانت صعبة. أنا اطلعت مرة على نوع نموذج أسئلة يعني إتمام الشهادة الابتدائية، صحيح، يعني كان أسئلة ماجستير. أيه. أسئلة صعبة جدا، فيها قسمة وفيها قسمة كسور، يعني فيها كلفة على الطلاب. لذلك يعني قل أن ما ذكر قل أن ينجح يعني الطلاب إلا المتفوق في هذا الوقت. أي لا يرسبون، والحقيقة يعني أنا أعرفهم من أقراننا وكذا، يعني اللي يوصل ثالثة واللي يصل رابعة وترك وينتهي، يعني خلاص ما عاد يقدر، ما يقدر يواصل، أو لانشغالهم يمكن بأمور أخرى، هم فلاحة أو مساعدة الوالدين، ربما هذه يعني عوامل كثيرة، لكن الحياة شوي فيها قسوة شوي، وهذا الملف عندك تحدي. طيب دكتور، المدرسة هذه السعودية موجودة الآن؟ موجودة، والمبنى موجود بنفس مبناها القديم، نفس المبنى القديم، مبنى طيني. اي لا 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 لا، هو المبنى الثاني. أي. هو البدائع يوم أدرس فيها أنا ما كان فيها مباني سمنتية سوى المدرسة السعودية ومبنى السنترال من الحجر بس، الباقي كله طين، ما عندنا شيء. المتطورين هم اللي حاطين بطون الغرف سمنت. إيه؟ واللي فوق جص. نعم. اي هذول البيوت المتقدمين اغنياء، خمس نجوم وكذا. اي سبحان الله. اي نعم. الباقيين لا. السيارات في ذيك الايام هذا كنا عدهن بالاصابع وشوي في البدائع، ما في. المدرسين والشوارع غير مسفلته وغير ما السفلت، ما شفناه الا بالسادسة او بعد. سبحان الله. اي جت شركه وصلت خط من المدينه الى القصيم على اساس انه يربط بالرياض، وسووا خطين داخل الديره بس، وكنا نروح ناظرين يعني نتفرج عليه. وش شيء جديد هذا؟ شيء جديد جديد. الله المستعان. اما خامس ابتدائي، ايه من الذكريات الموجوده درسني القران الكريم واحد اسمه سليمان الصالح الصقير. الصقير الصقير هذا موجود الآن، الله يمتعه بالصحة والعافية، وله فضل عظيم عظيم عظيم. كان مدرس صف أول، كل حياته صف أول، هو كبير يعني من أعداد الآباء. ما أدري شو اللي تغير، جابوه للخامس يدرس قرآن. كنا ناخذ سورة يوسف. الله. أي يواصلين سورة يوسف تلاوة تلاوة. بعدين والله إنه كان كأننا نحن يوسف وأبناء يعقوب وهو يعقوب. تمثيل من 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 حسن عرضه للتفسير. التفسير. يا سلام. بالبلدي وبالبساطة يعني. إيه. أيضا ما هو يعني يجيب أقوال ولا لا بس كذا وزعل وما أدري وش. يقربها لكم. يقربها لنا، وحنا منشدين. أي عاد حنا عندنا مثل ما تقول الآبار نعرفها. فحنا نعرف القاه في الجب في إيه؟ اي نعرف هذه قد تغيب عن بعض مثلا ابناء المدن او شيء، لكن احنا بالبيئه بيئه يوسف ويعقوب وابناء يعقوب عليهم الصلاه والسلام. ثم في الصف السادس ايضا
عفوا كنت تدرسون غير القرآن طبعا، مواد شرعية أخرى ودر... القرآن الكريم ورياضيات وتوحيد أو حساب وفقه. وكان اللي ذكرتك في ثاني ابتدائي الله يغفر له يرحمه حمد العلي المقبل إيه؟ يقول فقه، يقول يا أخي لا تقل فقه، قل فقه إيه؟ فقه. إلى الآن العيال اللي بيجي إذا جاء الطاري للفقه ما يقولون فقه، فقه ضبطها لهم من, 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 من تأديبه لنا الله يغفر له يرحمه. في الصف السادس أيضا اللي درسنا القرآن علي الصالح السلام الله يغفر له يرحمه توفي، وكان يقرأ هو وفي واحد أذكره اسمه عبد العزيز ابن عبد الرحمن العريني موجود الآن وزميل وصديق وحبيب وحافظ القرآن ما شاء الله. من أقرانك هذا؟ أي من أقرانه، جميل يخليه يقرأ لأن أبوه كان مقرئ العريني هذا إيه؟ فهو متعلم أكثر منا، فكان يقرأ ونقرأ نقرأ. وعندنا في الحساب وهندسة، وعندنا تاريخ وجغرافيا، وعندنا رسم وعلوم يسمونها علوم وصحة من زمان، يعلموننا بعض الآداب وبعض الله يجلكم والسامعين والملائكة يعلمونا مثلا الأمراض اللي فيها السكارس وال أي ما أدري يعني. والمهم أننا تخرجنا بثقافة حصيلة. جاء الاختبار النهائي في سادس ابتدائي، لكن قبل النهاية عفوا قبل النهاية عندك شيء من كتبك أنت محتفظ بها كتاباتك؟ قلت أنا عندي مشكلة نفسية أنني لا أحفظ الورق، ما تحتفظ به. حتى زملائي في التعليم في الإشراف التربوي في في أنا تعودنا لا خلصنا من مهمتنا شبينا بكتبنا ومشينا ما حفظت إلا الملف بين يديك. أي أوراق ما عندك؟ لا ما عندي، ما عندي ولا والله أمنية، ودي أشوف المقررات، ودي أشوف خاصة يوم كملنا صرنا في التعليم وكذا نسينا. أنا لا أبغيت. هذا ملفك حق الابتدائي؟ لا هذا ملف حق إجابات أولى وثاني متوسط فقط كانوا يحفظونه، ثم إذا تخرجت من السادس ثالث متوسط يرسلونه. يعني مين ابتدائي هذه؟ لا هذه متوسط أولى وثاني متوسط. طيب في الصف السادس؟ الصف السادس أذكر يعني المقررات اللي درسناها هي امتداد ولا لا؟ هي امتداد، امتداد كل واحد. طيب وين اختبرتوا؟ اختبرنا الآن كان القيامة تقوم إذا جاءت الاختبارات النهائية يسمونها إتمام الشهادة الابتدائية. إتمام الشهادة الابتدائية واستنفار صح البيت والمنطقة. تجي لجان، تجي لجان حقين المتوسط يجون يختبرون عندكم؟ لا أساتذة المتوسطة يراقبون علينا ومدرسين الابتدائي يروحون يراقبون على المتوسطة تشديدا في اي نعم في الضبط والمراقبة. واحيانا ما ادري انا ما سألت عنها كثيرا، لكن يجي اما رئيس اللجنة من ادارة التعليم ببريدة، وادارة التعليم ببريدة من اول على البداية هي 60 كيلو، لكن يمكن اروح للقاهرة الان ولا اروح لدمشق ولا غيره يمكن أقرب من راحة الذي يجينا الصباح الرئيس اللجنة هذه تمام مع مدير المدرسة وخذ من التشديد والأوراق مطبوعة هذه وزارة المعارف وأوراق الإجابة كلها تضل الأسئلة موحدة على مستوى المملكة. مستوى المملكة المتوسط والثانوي والابتدائي المتوسط والثانوي كل درس كذا نهاية الإتمام. نهاية هم من يظرفونه، هم من يشيلها المندوب ذا اللي جاي من إجاباتكم. إجاباتنا يوديها لبريدة ثم تنقل في البريد الجوي يسمونه البريد الجوي للرياض، صح في الرياض. وبعد ما تخلص النتيجة تخلص الاختبارات يمكن 4 أسابيع 5 أسابيع تطلع تروح الرادو، ما عندنا غير الرادو. أي نعم لا خلص أذكر نشرة الأخبار الساعة 2 لازم يصير عند الرادو نسمع نجحين. إعلان أخذ من هالنتائج مدرسة النجاح لم ينجح أحد، مدرسة الفلاح نجح 2، مدرسة كذا ويلا ويذكر الأسماء، يذكرون الأسماء بأسماءنا. أنا طالع اسمي بالابتدائي والمتوسطة والثانوية سبحان الله. أي نعم كان الأعداد قليلة ترى. طيب ما كان. تسمح لي في الابتدائي أنا عندي الصورة هذه لك جميلة مجلس لقناها بالملف الشيخ عبد الرحمن، هذه صورة للشيخ عبد الرحمن عندما كان طالبا في الصف السادس الابتدائي. أستاذ أبو عبد الرحمن ايه؟ هذه ما كان عندنا مصورين في البداية ايه؟ المصور فقط واحد اسمه عباد، والله ما أدري من الحجاز ولا من اليمن ما أدري منين ايه؟ اسمه عباد
مصور واحد بعنيزه ونفرح الناس السادس ابتدائي عشان نروح نصور، ولا نسميه تصوير، عكس عكس عكوس. ايه عكوس صح. فهذه هي الصوره الاولى التي اخذتها، هذه اللي يحطونها على الشهاده على الاستماره. على الاستماره اي نعم. طيب نعم. يوم طلع اسمك ناجح ينقل للصف الاول متوسط؟ لا يقول ناجح من الصف السادس. من الصف السادس لان عندنا مسارين، مسار المتوسطه ومسار المعهد العلمي، خاصه البدائع فيها معهد علمي ومتوسطه، فيه مجموعه راحوا المعهد العلمي ومجموعه راحوا المتوسطه. انا ما ادري الى الان عزيز تلقى حل ليش رحت للمتوسط وفلان راح للمعهد العلمي. ما الوالد ما كان له تاثير ولا الوالد؟ لا الوالد الله يجعله في عليين ابدا. الوالد عنده شيء واحد، لا ترسب، وقبل لا ترسب لا تخطي على احد. الله لا تخطي على احد، تقول ترى ما نفاكك انا ولا غيري اذا اخطيت. هو معطينا الدرس ذا، ولله الحمد والشكر انعكس. ما اقول يعني والله بمدح نفسي واخواني ووالدي وغيره، لكن هذا المجتمع المحيط ما كان يحصل اي مشاكل، مضاربات ولا اعتداء على شيء ولا شيء ابدا، كل واحد ماشي عدال. ونخاف من ما كان عندنا لا شرطه، ما عندنا الا الله يغفره ويرحمه الامير، هو اللي يؤدب وبس، زوله من بعيد يكفي. لقينا الامير جاء ولا اقبل ولا شيء، وكان يدخل كل نهابه. طبعا انا اتكلم عن الجيل وكذا، والناس يهابونه له قيمته له قدره، هو اللي حافظ بعد حفظ الله سبحانه وتعالى الامور. يدخل المسجد صلاه الجمعه مكانه ما حد يجي، هو تقديرا ومهابه. اي هو هذا مكان الامير، الله يغفر له. الله يغفر له. الله يغفر له. طيب لما نجحت الشيخ عبد الرحمن من الصف السادس ابتدائي، كيف حددت مسارك؟ لكن قبلها الإجازة، كيف تقضي الإجازة؟ الإجازة الإجازة يقول لي زميل في الرياض اسمه سليمان الصالح المضحي، أستاذ في كان في الحاسب الآلي في إدارة تعليم الرياض، كان زميل وصديق. فأنا يوم رحت للإشراف التربوي كان عندي بعض الملاحظات وعملت عليها لإلغائها، رغم أنها ما بتخصص حقي، لكن ناحية تربوية. فيه لجينا مع بداية العام الدراسي يسألوننا أو يخلون نكتب موضوع تعبير، أين قضيت إجازتك الصيفية؟ كنا نسذب. وقلت لهم زملائي اللي في التعليم، قلت هذا مدعاة اللي كان يدعونا إلى الكذب، ما في داعي تحرجونا يا أخي، حنا فلاحة وماء وثل ونخر، والسلام عليكم. ما أنا سفر ولا أنا قال لي سليمان المضحي، سليمان المضحي ساكنين بسكيرينا اللي في وسط الرياض جنوب الرياض، يقول كنا نغار من عيال القصيم اللي لاجت الإجازة يروحون يقضون إجازتهم في القصيم، علشان لا جو أين قضيت إجازتك الصيفية يكتبون في القصيم، حنا ما نكتب. يقول حنا بهالشوارع تخبر سكيرينا ويلعبون براجون ولا ما أدري وش يلعبون، يقول نقضي. فعملت عليها والحمد لله رب العالمين، هي وبعض المواضيع التي كانت لها تأثير على الطلاب انهم يدعوهم الى انهم يعني يكتبوا شيء ما هو صحيح. صحيح شيء. فكنا بفلاحتنا ما تروحون؟ ما نروح. بدينا نروح اظن بخامس، جينا للرياض يوم اقبلنا على الرياض اول مرة نشوف الرياض بسيارة. توقعنا ان البداية مضروبة بخمسة ولا بعشرة صح مساحة، جينا الرياض ولا بيوتهم سمنت ولا سلح ولا لا 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 عندهم المطاعم ولا عندهم احنا ما كان عندنا الخياط واحد. أواخر الثمانينات الهجرية يمكن هذه تقريبا. اي ما فاستغربناها. ثم نفس الرحلة ذي كنا مع أخي محمد الله يمتعه بالصحة والعافية، أكبر مني بعشرين سنة، بعمره 85 سنة، موجود الآن ورجل أعمال ويتمتع بصحة وكان من المعلمين الأوائل. ثم أخذنا احنا خمس أخوان كلنا خمسة ديتسن غمارة طبعا، بعضنا يركب فوق، وأحيانا لما جتنا رنت الشمس تقل عصافير ندخل جميع بالغمارة بعضنا فوق بعض ولا شيء. رحنا لمكة. عفوا من اللي وديكم؟ هو محمد أخوي تو شاري ديتسن. ديتسن غمارتين؟ أنا أي لا 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 غمارة واحدة. غمارة واحدة؟ غمارة واحدة. غمارتين ذي يعني عيالة صعبة. صعبة إيه عمرة صعبة. حنا إلى خامس ابتدائي وكان عندنا عزك والله حمار. ركبت الحمار. كنا نروح نقطع عليه لوازم، كنا نروح نجيب عليها العلف، نجيب عليه كذا،
ويعني وامي الله يغفر لها ويرحمها عاد ما لحقت عليها، لكنها كانت اذا ردت تالد عند امها بالرياض الخضراء تروح تطلع الوادي تركب مع الحمار ويركب يمشي قدامها احد لانها ما تقوى تمشي، وهذا حياتهم. الله اكبر. اي والله الحمد لله الشكر الحمد لله. طيب من القصيم من البدايه الى الرياض كم تاخذون تقريبا؟ لا كان الخط مسفلت طبعا، خط واحد اللي هو نطلع نمر على عنيزه ثم ساجر ثم نبتل الدوادمي قبل ما يطلع حق السبتي ذا، هم نمسك خط الحجاز، هم نلقى شقرة، هم نلقى مرات، هم نلقى ضرماء، هم مع ديراب، لكنها كانت طرق ضيقة حقيقة. ما في طريق السريع هذا ما كان موجود؟ لا هذا 1405 بس. اي نعم جديد. الله لا لا جديد، لا جديد، حتى الخطوط كانت ما عليها اكتاف، يعني تقعد تخيل وقت التريل اللي تمشي 20-30 تاخذ لك نص ساعة تمشي وراه عشان تشوف الخط فاضي لأنه مقبل وحده مثله. إيه. المهم رحنا لمكة واعتمرنا ذيك السنة اللي يوم رحنا للرياض طلعنا من الرياض قعدنا بالرياض 3 أيام. هم رحنا لمكة، رحنا لمكة يوم شفنا مكة لا إله إلا الله أول مرة. أول مرة أنت ما كنت شفتها شيخ عبد الرحمن حتى مثل بالتلفزيون ولا بصورة شيء؟ ما عندنا تلفزيون ولا شيء مرة يعني ولا شيء، يعني صورة مكة جديدة. إلا اللهم إلا صور أو شيء، كان الصور اللي بالكتب إيه؟ غير ملونة وغير دقيقة وغير، لكن يوم جينا مكة كان تفاجأت بالصور. تفاجأنا، وكان المسجد الحرام التوسعة السعودية الأولى ما بعد انتهت، المناير ما انتهت بعضها إيه؟ والدور الثاني نطلع أطفال نلعب وكذا إيه؟ ولا ما خلص بلاط ولا خلص. جلسنا في مكة ثم انتقلنا من مكة إلى المدينة، وكان الطريق أبدا يمسحون الأرض ويحطون عليها اسفلت، تجي الوديان وتقطعها، ما كان الخط رفيع من الرياض إلى لا لا من مكة إلى المدينة. مكة إلى المدينة اي كانوا مزينينه من زمان يعني متقدم شوي ايه؟ خدمة للحجاج. هم انتقلنا من المدينة إلى القصيم، لا الخط رفيع وفيها السور ومعابر السيول زينة. كم جلست في مكة؟ 3 أيام. إيه ما طولنا. الوالد والوالدة لا 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 احنا 5 أخوان. هذا محمد ايه؟ الله يمتعه الصحة العافية، كبيرنا وهو اللي ياخذنا بسيارته ايه؟ وهذلول وصالح وعبد الرحمن وسليمان فقط. فقط ايه؟ ما معك الوالد ما كان موجود؟ إلا موجود. الوالد توفي 1430. الوالد معكم؟ لا ما راح. لا لا ما راح. أنتم رحتوا مع بعض. محمد إيه؟ مقام أكبر مني ب20 سنة. إيه مقام والد. مقام والدي إلى الآن. حتى بحياة الوالد له الإجلال والتقدير والحقيقة وله الفضل بعد الله سبحانه وتعالى علينا قدر مقام والد. وكان الوالد عزه أيضا كثير لأنه شايل عنه عبء كبير. طيب مكة وش كان مشاعر الذكريات في مكة إذا تذكر شيء في ذاك الوقت؟ أول مرة أكل مطبق في مكة ولا أدري وش اسمه. كان محمد أخوي بسوق الليل يلا نتعشى إيه؟ ورحنا المطعم، هو يعرف جاي للرياض كان بالرياض شوي، وشفنا مطبق وش هو مطبق يا أخي حنا عارف مرقوق وجريش ورز بس والسلام عليكم صح، واللحم من الأسبوع إلى أسبوعين من هذا إلى الضحية نشبع ولا، والحمد لله ربنا عايشين بنعم ورغد عيش يعني ما أقول، لكن ما هم مثل هذه. ومكة ثقافات مختلفة كانت موجودة أي لا، والحقيقة كنا نجلس ساكنين بالمسجد الحرام ما أخذتوا سكن؟ لا 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 ما يأخذون الناس، كل الناس حتى العوائل. الإنسان تذكر المسعى الجهة الشرقية من المسعى كان شارع وكانت لبق السيارات صح، وكانوا يقعدون الناس يقعدون ويشبون يطبخون أكلهم وشربهم هناك، ولا طلعت الشمس عليهم دخلوا مكة دخلوا للمسجد الحرام يطوفون ويسولفون وينامون وهكذا، حياة بسيطة ترى. زمزم فيها شو اسمه الدلو بلا صح ايه فيها الدلو المشروبيات هذيك والمشروبيات نعم، لكن الدلو كان موجود ذيك الأيام. أنت أدركتها يا شيخ؟ أدركتها نعم. أول ما جينا لمكة هم جابوا عدد الطرمبات والمضخات الكبيرة وبدأوا حطوا شو اسمه هذه شو اسمه مواضي بسيطة يعني ما هي حتى تطورت الآن وما شاء الله تبارك الله. شيخ عبد الرحمن تذكر أنت أئمة الحرم في ذاك الوقت وأنتم في مكة؟ أنا كما أسلفت من بيئة
وبالذات أو بالأخص عمي محمد الله يغفر له ويرحمه، له يعني له 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 له, له باع وله أصدقاء وله له الوالد لا أقل شوي من ذلك، لأن الوالد هو اللي كان ماسك الفلاحة إيه؟ الله يغفر له، درس القرآن تماما. لكن عم محمد يذكر مثلا أبو السمح ويذكر عبد الظاهر أبو السمح، عبد الظاهر أبو السمح يذكرهم عمي. فسبحان الله صرنا نهتم من الإمام. فيوم وصلنا مكة وكان الإمام أظن اسمه محمد الشعلان كان قاضي إيه؟ وكان إمام للحرم، قرأ أذكره صلى بنا قرأ سورة الفجر، صلاة الفجر سورة لا أقسم بيوم القيامة، سورة القيامة. من يوم قرأها وتنطبع في ذهني ضابطها أكثر مما أضبط يعني غير الفاتحة والمعوذتين، لكنها بقيت ولا أخطئ فيها أبدا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم فضل قراءة سبحان الله، كأنما جميلة القراءة كانت جميلة، وسبحان الله كان فيها خشوع عظيم. وكان الشيخ الخليفي وكان الشيخ عبد الله خياط، عبد الله خياط أذكره صلى بنا الجمعة صحيح. الله يغفر له يرحمه. وما أدري عاد من بقي من المشايخ، محمد السبيل أظنه كان موجود، أظن ذاك اليوم موجود الله يغفر. لكنك ما اعتمرت أنت يا شيخ، ما أخذت عمره إلا مع تمرين. لا إيه لا كم لا عمرك كان توك ناجح من سادس؟ لا لا ناجح من رابع الخامس. آه صغير إيه، لكن أحرمت ورحت إيه مع أخوانك. معنا أبو عبد الله أخوي محمد الله يسلمه، أقول كان مربي كان مع مدرسين لكنه كان مدرسة العبيلة ما كان ما درسنا. طيب أخذت العمرة ثم أبدا ثم جلسنا بالظلة اللي قلت لك إيه؟ ذا معنا دافور ومعنا قدر ونروح نجيب ماء من ذا ونسوي شوي رز ثم رجعت إلى ثم رجعنا إلى المدينة. مرينا على عمي علي شقيق الوالد وأصغر من الوالد 20 سنة، كان مقيم بالمدينة عمي علي من اللي طلعوا من بدري للقصيم، كانوا يطلعون الناس من قراهم ترزقون الله. عمي استوطن المدينة، مرينا عليه وسلمنا عليه وأظن بيتنا عنده ليلة. وكان المبيت أيضا المدينة كانت صغيرة بسيطة جدا بسيطة، واللي يجي ضيوف البيوت صغيرة يعني عادي جدا أنك تطلع وتلقاهم بالبرحات وكذا. رحت المسجد النبوي تذكره؟ إيه أذكر المسجد النبوي. المسجد النبوي على بناية الدولة السعودية، البناية الأولى للدولة السعودية اللي هي بناية يسمونها بناية السعود الآن التوسعة الصغيرة هذه إيه؟ وجنبها شارع اللي عند باب المجيدي إيه؟ أبدا تكاسي كذا وندور. أذكر رحنا مرة ثانية ولا قصة، لكن ندور المدينة عم علي ساكن بالشمال، ندور المدينة كلها ونجي. هي عبارة عن 3 أحياء 4 أحياء ما هي كبيرة، حياة يعني كريمة على بساطتها يا شيخ. والحمد لله والحمد الله يرضى عليك. أنا سأتوقف عند هذه المرحلة الشيخ الله يحييك عبد الرحمن، على أن نكملها بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. شكرا لكم شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم والأخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون. ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية والحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى من الذكرى ضيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقمر.